السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم طلابي الأعزاء في الشابتر الثاني من مساط ميثود اوف ساينتفك ريسيرش. هذا الشابتر بعنوان كاتيجوري اند تايب اوف نولج. الآن في هذه المحاضرة أو في هذا الشابتر سوف يتم تقسيمه إلى 4 محاضرات. المحاضرة الأولى سوف نتطرق لمفهوم النولج والكريتيريا، المعايير to accepting that knowledge، لأن كل نولج لها معايير to be accepted. إذا توفرت هذه المعايير إحنا بنعتبر بين أيدينا هو عبارة عن نولج. ثم هنتطرق في نفس المحاضرة للنولج بروجريشن. لما بنتكلم عن النولج بروجريشن نتكلم على التطور المعرفي هنا اللي ببلش من الداتا لانفورميشن لنولج، ثم اعلى من النولج بتيجي الوزدم. ثم حنشوف كمان برضو النولج موديل. بعد النولج موديل في اخر جزئيه من المحاضره الحاليه وهي المحاضره الاولى حنشوف التوبولوجي ما بتاعت النولج، لانه في عندنا النولج كان بي it come from different sources to be accepted or to be considered as a knowledge, the root of that knowledge. وبهيك بتكون المحاضرة الأولى. أما المحاضرة الثانية والثالثة حنشوف تصنيف الكاتيجوري بتاعت knowledge. knowledge بشكل عام تم تصنيفها ل different category. في عندنا تصنيف ميلر، وفي عندنا تصنيف بوليني، وعندنا تصنيف بوك. تصنيف ميلر راح للكاتيجوري له أو صنف النولج حسب questions which is based in 5 questions: knowing what, knowing why, knowing how, and knowing who, and knowing what was. أصعب نوعين من الكاتيجوري من التصنيفات هذه هي knowing how. لما بنقول knowing how so we are talking about the procedure, so describing the procedure or knowing the procedure it's very difficult compared to other. بعدين بتيجي knowing why، ليش، معرفة لماذا. ال what وال who what was بكون أسهل من التنتين الموجودات عندي هنا. هاي بالنسبة لتصنيف ميلر وحنشوفه في المحاضرة الثانية. ثم في نفس المحاضرة الثانية حنتطرق لتصنيف النولج بالنسبة لبوليني، هو اللي صنفها بتصت واكسبلسيت. عادة الأكثر شيوعا كتصنيف للنولج هي التصت والاكسبلسيت تاعت بوليني. لما نتكلم على تصت وهي اللي بنسميها المعرفة الضمنية اللي جاية من الداخل، non-formal knowledge يعني بنقول، وهذه لا تنتقل بالexperience، تنتقل أو سوري it's based on the experience itself، تيجي من الexperience. لكن لما نتكلم على explicit knowledge وهي هذه اللي بنسميها المعرفة الصريحة، وهي هذه في شكل التعليم الفورمال ليرنينج اللي بنسميه. حنشوفه مع اي حال في الليكتشر الثاني. في الليكتشر الثالث حنقسم الليكتشر الثالث ل A و B. هنا بس حنتطرق لتصنيف نولج بالنسبة لبوك. صنف بوك النولج ل4 تصنيفات: speculative knowledge والpresumptive knowledge والstipulative knowledge والconclusive knowledge. هذا الأمور اللي هنتطرقها بالنسبة لي الشابتر الثاني. في هذه المحاضرة زي ما حكينا هنشوف الكريتيريا لأكسبتينج نولج. في عندي معايير، هل بتتوفر هذه المعايير؟ إذا توفرت هنيتا بنقول اللي بين إيدينا هو عبارة عن نولج. بعدين هنروح
للبروجريشن، نولج بروجريشن زي ما حكيت، من ديتا لما نصل لوزدم ونشوف النولج موديل، ثم السورسز او الروتس تاعت النولج، وهي اللي بتكون لي التوبولوجي ماب الموجوده عندي. وبهذه الطريقه هذه فقط الامور اللي حنتم نقاشها في هذه المحاضره ان شاء الله. إذا هاي الأمور اللي حنناقشها من تصنيفات، من مودلز، من بروجريشنز، كاتيجوريز اتسترا. نبدأ في مفهوم النولج كنولج، بس قبل ما نبدأ بمفهوم النولج أتمنى عليكم أنكم تحضروا هذا الفيديو بعنوان What is knowledge. الفيديو هذا موجود على الويب بيج، احضروا هذا الفيديو قبل ما تحضروا هذه المحاضرة. الآن لما نيجي بدنا نصنف أو نقول مفهوم النولج، إيش هي النولج كمفهوم كمعنى كنولج، إيش هي وكيف نكتسب هذه النولج، من وين بتيجي هذه النولج؟ الآن النولج إحنا قلنا في بعض التصنيفات للكاتيجوري للنولج بناء على 3 سكولر 3 ساينتست، لكن بشكل عام كنولج هي عبارة عن being familiar with something، إنك عندك معرفة بشيء، عندك being familiar انه مر عليك هذا الشيء، يعني عندك علم بحد ما بهذا الشيء، زائد الاويرنس. الاويرنس هو اللي بنسميه الاويرنس، نسيها بالعربي الاويرنس، ايها لما نذكرها اقول لكم اياها. الاويرنس والاندرستاندينج وفهم الشيء، انت لما تفهم فهم something او فهم someone. الان something كمعرفة بتفهم هذا الشيء، الظاهرة هذه الموجودة، الايفنتس الموجودة، الفوبنا الموجودة، او فهم لsomeone. الاويرنس الوعي، سوري الوعي، انه يكون عندك وعي بالشيء. الوعي ما دام نحن بنتكلم عن وعي awareness، اذا something deep inside you، ما بنتكلم على مفاهيم سطحيه. دير بالك الفاميلياريتي، being familiar with something اقرب لمفاهيم السطحيه، يعني انه عندك معرفه فيه، بتعرف عن شو شيء. لكن awareness كوعي هنا more deeper understanding. الان هذه الامور اللي بنسميها هي عبارة عن familiarity بالشيء، awareness بالشيء، أو understanding بالشيء، هي عبارة عن such as what، such as facts، حقائق، information اللي جاي من الداتا، حنيجي لها كمان شوية، زاد description describing للشيء، وskills مهارات. شوف skills جاي من ضمن knowledge، وحنتتفاجأ في هذه المحاضرة مدى قوة السكيلز مقارنة مع الانفورميشن. أي حال هذه الأمور بتم اكتسابها من خلال إيش؟ ليس فقط education. You are not going to gain to acquire those things only through education, but experience. هذه الexperience والeducation acquired through experience and education by what? By learning. Learning تاعت الeducation، لكن discovering okay we can put it through learning also، but for me I need to put discovering under the word research. The more you do research, the more you are searching for knowledge, the more you are discovering things. Then the other thing, perceiving. You are perceiving the thing. Perceiving the things we اللي بنسميها برضو مفهوم الإدراك إلى حد ما، لأنه هي your perceptions، تصوراتك عن الشيء وإدراكك للشيء. أي حد إذا knowledge هي عبارة عن theoretical أو practical understanding. The theoretical understanding وهي from education and learning. The practical understanding of a subject, of something, a practical understanding. هنا لازم تخوض الاكسبيرينس
ما دام تم إخاض بالإكسبيرينس، إذا تولد عندك أو you acquired some skills. هذا المفهوم العام للنولج. أوكي. سوري. خلينا ننظر للصورة اللي أمامنا بالنسبة للنولج. احنا قلنا knowledge انت acquired what you are acquiring educations through education you are acquiring that knowledge through education and experience. اطلع لي على education which is under information or fact، اطلع لي على experience which is under skills، I mean skills under experience. الان اطلع على هذه theoretical، دير بالك هذه theoretical and practical of understanding of a subject means its knowledge. هاي كلها knowledge الموجودة امامي، هذه knowledge. اطلع على information والfacts، information والfact. اساس تحصل او to gain او to acquire information and fact بتحتاج تعمل عدة امور، من ضمنها انك تعمل ريسيتيشن، بتعمل ريسيتيشن للشيء وهو سرد الشيء او سماع درس معين، هذا هو ضمن الريسيتيشن. بتقرا درس معين، هذا ضمن الريسيتيشن. النقطه الثانيه وهي اللي بنسميها بريسيدنس، البريسيدنس هو من ضمن الاولويات، خلينا اولويه للشيء معين. ثم النقطه الثالثه وهي البرسبكتيفز، البرسبكتيفز هنا اللي بنسميها من منظورك الخاص، with perspective to my view، بمنظوري أو وجهة نظري الخاصة. هذه كل الأمور تؤدي في الآخر تحت بتكون ال information or fact. لكن نطلع على السكيلز. السكيل في عدة نقاط أو عدة layers، عندي عدة layers، عدة مش مستويات وهي، لكن لاير مش ذاكرها بالعربي. اي حال عندي different layers اساس اصل لمفهوم السكيلز الموجود عندي. اول شغله من ضمن السكيلز في شيء بنسميه emerging، انك بدك تعمل emerging انبثاق او بدك تعمل شيء جديد مستجد شيء معين، هذا اللي بنسميه emerging عشان تقدر تعمل acquire the skill. بعدها في عندي قصة thinking، في عندي novelty هو originality، الشيء الجديد، التفكير الجديد أو الحداثة خلينا نسميها، ولازم يكون إيش adaptive. إذا thinking مهم، بدون thinking while you are doing some experiment، إذا أنت بتعمل experiment معين في اللابراتوري وما بتستخدم thinking تاعك أساس تقرأ ما بين السطور، تقرأ ما بين النتائج، you need to read between lines، إنه طلعت نتائج معينة معك، طب قراءتك للنتائج هذه فقط إنه أسرد هذه النتائج وthat's it، والله يكون عندي عمق بفهم هذه النتائج. بعدين sense making، sense في عندك لازم يكون sensing of what does it mean هذه النتائج أو هذه things. هذا كل الأمر لحتى اللحظة هاي يؤدي لأنك تعمل acquire the skills. ثم التراديشنال اللي بنسميه التراديشنال، ما بقصد هنا التراديشنال learning، أنا بقصد التراديشنال أنك تتدرب على شيء. ثم أعمق شيء بالنسبة لي أعتقد وعلميا أصلا، أنك تعمل problem solving، عندك مشكلة معينة بدك تقوم بحلها، إذا بدك تروح تعمل research، بدك تعمل research then you are discovering something to answer the question you are doing for which is the aim. رجعنا لمفهوم الaim اللي كنا بنتكلم عنه سابقا. إذا ال problem solving هنا أوكي، هاي researching، you are doing researching in order to solve a problem you need a researching. بعد ال researching within the researching انت ايش بتعمل في الريسيرش؟ انت بتعمل processing، بتعمل
البروسيسنج، البروسس، العمليه، عمليه البحث العلمي، خلينا نسميها ريسيرش بروسس. بعدين بتعمل اناليسيس، تحليل للشيء، انه طلعت معك نتائج لكن بدك تحلل هذه الاشياء، تحليلها يؤدي لا انفورميشن. لما انت بتعمل اناليسيس الها للديتا الموجوده عندك تؤدي لا انفورميشنز، ومن الانفورميشن لما بتعمل ايفالويشن الها بتؤدي لانالج. بس قبل ما تيجي تعمل ايفالويشن انت بتعمل ديسكشن، ديسكاسينج ذوز ثينجز. اذا السكيلز لما انت بتطلع عليها، طلع الامور اللي انت حتستخدمها على اساس يكون عندك سكيلز، وحتتفاجأ في السلايدات اللاحقه قديش السكيلز له دور في مفهوم المعرفه. يمكن امامي هنا عباره عن المثلث تاع الثيوريتيكال براكتيكال اندرستاندينج اوف سبجكت، موجود عندي مفهوم البلانينج، التخطيط، مفهوم البريزنتيشن او البريزنتينج سامثينج، بعدين في عندي بيلدينج ذا بروتوتايب او بيلدينج اللي انت بتقوم البناء عليه، ثم بتعمل فاليديشن للموجود عندك الفاليديتي. من ضمن الفاليديتي احنا لما بنتكلم عن بحث علمي دائما يتصاحب مع الفاليديتي ريلايبيليتي، انه ريلايبل بلس فاليد، هذو الامرين هن تحت اللي بنسميها اللاين السكيلز بيست وضمن الابروتش بيست. اذا هذا المفهوم العام للنولج كما تحدثنا. الان لما بنتكلم على accepting knowledge، اي معرفة اساس ان نقبل هذه المعرفة، في هناك عدة كراتيريا، في عندي معايير. هل هي اصلا كل knowledge it should be true، تكون صدق او صادقة؟ عادة احنا لما بنتكلم عن research، عن بحث علمي، always we are seeking the truth، دائما نسعى لخلف الحقيقة، لإيجاد الحقيقة، نسعى to answer some questions. إذا بدنا دائما إجابات لأشياء معينة، شغلات غامضة، مبهمة، unclear whatever، دائما أنا بدي أسعى كباحث إني أسعى لإيجادها. هاي مفهوم الريسيرش إلى حد ما. النولج أنا لما بعمل ريسيرش طبعا بصل للنولج، لكن لا يعني ذلك النولج itself لازم تكون truth، لازم تكون true. مش أي نولج لا ممكن تكون true. يعني بمعنى آخر، لو إحنا بدنا نتذكر عدة نظريات قائمة، نظرية أينشتاين أصل الإنسان قرد، هذه نظرية ومعرفة علم، هل بالشرط أنها تكون صحيحة؟ طبعا لا. وكثير في نظريات أخرى دير بالك أنه ممكن تكون غير صحيحة، وممكن نظرية حاليا إحنا بننظر لها أنها صحيحة وفي المستقبل يتم اكتشافها أنها غير صحيحة. لهذا السبب الباحث دائما لما بيعمل بحثه حتى ضمن النظريات الموجودة، ضمن النولج الموجودة والعالم متفق عليها، لازم دائما تنظر لها بمفهوم انه you have doubt in it، عندك شك لها، you have to be skeptic about it. اذا ما كان عندك هذه المفاهيم، انا ما بقول لك انك تكون شكاك، ولكن تسليم بالامور كما هي لا يعد مفهوم انك باحث. لا، دائما لازم يكون عندك طب ممكن صحيح هاي، طب ليش صحيحة إلى حد ما، يعني في عندك doubt. You need to reach more the truth. You seek to reach the truth. هاي بشكل عام. أيها إذا لما نتكلم عن knowledge كبدايتها وهنشوفها لاحقا، هي بلشت من إيش، من data، من raw data. إذا بعد raw data صارت information. إذا وبعد الانفورميشن صارت نولج. اذا بعمل اورجانيزيشن، اورجانيز انفورميشنز، وهذه تصل لنولج.
بس دير بالكو دائما بقول لك انه مش necessary اي knowledge, it should be the truth, it should not necessary truth. لهذا السبب اللي organized information هاي مش شرط تكون correct organized information, وملهاش علاقة احيانا بالright والwrong, ملهاش علاقة بالright والwrong. احيانا كثير من النظريات ما بتنظر للأمور مفهوم الرايت والرونج. يعني نظرية الإنسان أصله قرد ما بنظرها مفهوم الرايت والرونج. المهم عمل نظرية بغض النظر هي صحية ولا غير صحية, المهم هي موجودة علم معرفة. لهذا السبب organized information في عدة نظريات, لكن مش مستحضرني ذهني حاليا لسرد بعض هذه النظريات. ولكن لما نتكلم على organized information عشان نصل لنالج, مش شرط انها تكون هذه الانجرنايز انفورميشن, ات شود بي كوركت. الكريتيريا الان المعايير عشان اقبل انه هذه النولج از فاليد, في عده, في عندي ثلاث معايير, ثلاث معايير لقبول هاي الامر. المعيار الاول هو اللي بنسميه ريبروديسابيلتي, والمعيار الثاني وهو كومبليتنس وobjectivity. لما نتكلم على reproducibility إنه هل اللي موجود to reproduce something again, يعني قابل لإعادة عمل هذه التجربة, أو لو قمت بإعادة عمل الأمور الموجودة ضمن هذه المعرفة حصل لنفس النتيجة. اذا انا بعمل accomplishing the task ضمن same condition, ضمن the same atmosphere, ضمن المتغيرات الموجودة, لما اعمل هذا الشيء هل بوصلني to the same results؟ اذا بوصلني to the same results اذا بقول وجدت او اوفت الشرط الاول هذه المعرفة, وهي انه reproducibility. الشرط الثاني او الكريتيريا الثانية بالمعرفة عشان valid, انه اللي تم او الكمبليتنس, انا بنقول كمالية انه كل شيء كامل وواضح بالميثودز الموجودة. اذا استخدمت the use method, لو استخدمت to accomplish task لازم تكون complete و clearly disclosed, يجب انها تكون واضحة ضمن ستاندرد ترمينولوجي واضح معين. يعني كل شيء ضمن هذه النولج اللي وصل لها, محطوط الميثودز, محطوط كل المعايير, وفيها كل شيء ينص على كيف اوجد هذه النولج. اذا كانت موجوده كامله بقول هذا المعيار الثاني تم تحقيقه. المعيار الثالث هو الاوبجكتيفيتي. المعيار الثالث هو الobjectivity, أو جاي من الobjective, دير بالك الأهداف اللي كنا بنتكلم عنها, الaim والobjectives. الآن propositions أو المقترحات الرئيسية for a task it should be free of personal bias, ما يكون في عندك تحيز أو تحيز للشيء اللي انت عملته بتكتبه. يعني بمعنى آخر, إنسان ملحد يكره الأديان نفترض, وعمل بحث معين, خرج بنظرية معين, خرج بمعرفة معينة, ولكن هو عنده بايس, عنده تحيز, عنده انحياز أو كره للأديان, هل هذه بتكون نالج فاليد؟ ها لا, لأنه في عنده تحيز. الآن بعض الناس بتعمل أبحاث, يعني مسلمين بيعمل أبحاث على أديان أخرى وفيش عنده بايس وطلع بنظرية معينة, نعتبرها نالج. إذا كمان آخرين عملوا أبحاث معينة وخرجوا بنظريات معينة عن الإسلام, هم غير مسلمين ولكن ما كان عندهم personal bias, it was free of personal bias, وأنه طبعا it should be universal accepted as reasonable and valid. reasonable تكون معقولة وvalid, حينيتها بنقول أنه فعلا هذه النظرية اللي خرج فيها أو الأسامشن اللي خرج فيه أو البستيليت اللي خرج فيه عشان نصل لمفهوم النولج, إذن هو ضمن الكريتيريا. هذه إذن الثلاث معايير اللي بنتكلم عنهم. ننتقل للknowledge progressions.
بس قبل ما تحضر برضو النولج بروجريشن احضر، سوري، قبل ما توفي هذه المحاضرة النولج بروجريشن، ارجو منك انك بس تحضر لي الفيديو برضو على الموقع نولج بروجريشن، في فيديو بتايتل انتايتل نولج بروجريشن، حاول تحضره. لما نتكلم عن النولج بروجريشن قلنا وهو التسلسل او التدرج في هذه المعرفة لما وصلنا لمفهوم المعرفة. اذا النولج بروجريشن او البروجريشن او سوري النولج نفسها هي عبارة عن تدرج بدأت من الديتا لما وصلنا لمفهوم ايش، مفهوم ابعد من نولج، وفهمنا وصلنا لمفهوم وزدم. اذا هذه الديتا انا ايش عملت بهذه الديتا؟ انا عملت بهذه الديتا، عملت لها اورجانيزنج للديتا، اورجانيزيشن للديتا، وعملت لها اناليسس للديتا. اذا عملت اورجانيزيشن، عملت اناليسس لهذه الديتا، الديتا دير بالكم بنسميها رو داتا، ار او دبليو، رو داتا. نكتب لك يا هان على اساس تفهم انه هذه عباره عن رو داتا، يعني بمعنى اخر هذه الديتا كما هي لا تعني شيء ولا لها meaning. It has no sense. It has no meaning. كما هي. إذا أنت عشان تجد أو تعطي لها معنى بتعمل لها organization لهذه الداتا، وبتعمل analysis لهذه الداتا. ثم من بعد organization وanalysis للداتا بصير عندك شيء بنسميه informations. من هذه الانفورميشن على اساس تصل لنولج بتعمل ايش؟ بتعمل ايفالويشنز، بتعمل تقييم لهذه الانفورميشن، وبتفسر هذه الانفورميشن، انتربريتيشن. عاده في مشكله دائما انتم بتقعوا فيها من بدايه الفصل لهذه اللحظه، لما انا بعطيك تاسك معين، مهام معين، انت بتذكر لي اياها كما هي. انا بعرف اقرا بنفسي وبعرف انه هذه الان كتبها بهذه الطريقه، الاوبجكتيف كتبها بهذه الطريقه، لكن انا بدي تفسر لي، اعمل انتربريتيشن لها. واتس بيوند ذات، نوت اونلي هاف تو ديسكرايب ات اور يو رايت ات داون، ذاتس ات، اتس رونج. يو هاف تو بي بيوند ذات، بعد اعمق من ذلك. انا بدي انتربريتيشن، تفسيراتك انت، مش تذكر لي اياها وذاتس ات وخلص. خطا طبعا، انت ما عملت الشيء، فسر الماء بالماء. انا بدي تفسيرات. قبل حتى التفسيرات بدي تعمل لي ايفالويشن، بدي تعمل لي تقييم لهذه الامور، اساس اصل من انفورميشن لنولج. انت ولا عملت ايفالويشن ولا عملت انتربريتيشن. هاي مشكله اللي انتم بتقعوا فيها كطلاب كثير. اي حال، انا بس انا ذكرت قصه التقييم، الايفالويشن، التقييم والتفسيرات. اذا انت لما تعمل انتربريتيشن ايفالويشن لهذه الانفورميشن بتصل لشيء اسمه ايش؟ نولج، المعرفه اللي احنا بنحكي عنها. هذه المعرفه بحد ذاتها عشان تصل فيها من نولج الى وزدم بتحتاج شيئين رئيسيين. تقرا ما بين السطور، يو هاف تو هاف لونج فيجن. تقرا ما بين السطور، السطر الاول والسطر الثاني، اقرا ما بينهم. هنا بحدد مفهوم الاندرستاندينج، فهمك العميق للشيء، فهمك لمين، للبرنسبلز الموجودة ضمن هذه النولج. بهذه الطريقة بتصل لوزدم. لهذا السبب دائما بنركز على فهم الشيء، مش مفهوم ريسيتيشن. زي قبل شوي لو كنا بتكلم لكم انه بقول لك انه المعرفة ممكن تكتسبها من خلال السكيلز ومن خلال الفاكس والانفورميشن. الانفورميشن تحتها ريسيتيشنز، لكن روح للطرف الثاني وهو السكيلز، هو أقوى وأعمق وأبقى with long visions. إنك هناك بتعتمد على analysis، بتعتمد على understanding للشيء، بتعتمد على thinking، novel thinking، adaptive thinking. Those things. That's why you need to read what's inside
that knowledge in order to reach that wisdom. إذن هذه هي اللي بنسميها عبارة عن knowledge progression. نبدأ بداتا raw data ثم نصل لانفورميشن. بعد الانفورميشن بعمل evaluation interpretation لهذه الانفورميشن على أساس أصل للknowledge. ومن ضمن knowledge لما نصل للknowledge بعمل understanding to the principle within that knowledge أساس أصل لشيء اسمه الوزن. أوكي. هذه الأمور أنا ناقشتها قبل شوية في ضمن الموديل الموجود عندي. خلينا نمسح الرو. لما كنا بنتكلم عن ديتا أنا إيش قلت لك؟ الديتا هي عبارة عن رو ديتا، يعني disconnected، ليس مرتبطة مع بعض، ليس علاقة مع بعض. buttons different buttons it has no meaning disconnected fact. أنت إيش بتعمل؟ المثال على ذلك على مفهوم الديتا أساس نقرب الشيء إليك. المثال it's raining، لما باجي بقول لك it's raining بتمطر، ويعني وبعدها ايش تعني it's raining؟ ما انا بشايف it's raining. data موجودة، logic موجودة، بنتكلم عن digital binary او digital streams موجود عند امامي بالتات 01010 شايفهم وشايف انه في قيم، لكن ايش تعني؟ لسه احنا مش عارفين لانه لسه it's data. روح لبعد الديتا، وانه من هذه الديتا انت ايش بتعمل هنا؟ بتعمل organization organizing that data، وبتعمل analysis لهذه الداتا عشان تصل لمين؟ لانفورميشنز. الانفورميشن هاي بحد ذاتها هي عبارة عن ايش؟ هي بتعمل بتجسد العلاقات ما بين relationships among facts. انها بتجسدها عساس تبقى مفهومة، في بصير فهم للداتا اللي صارت هاي، عشان هيك صارت اسمها information. إذا ضمن الداتا سوري ضمن الانفورميشن قدرت تجاوب على أربع أسئلة ضمن الانفورميشن. إحنا لما نقول هذه المعلومة عبارة عن انفورميشن، إذا this information should answer four questions. The first question should answer who, من, what, ايش, where, when, متى. إذا جاوبت على الأربع هذه أربع أسئلة حيني طب أقول الأمامي هي عبارة عن information. دير بالك اللي بعده أعمق هو knowledge. لما أوكي مثال بالنسبة للinformation، لما بنيجي بنحكي بنقول example برضو على المطر the temperature dropped 15 degree and then it started raining. صار لها نوع من المعنى إلا ما مفهوم أن temperature نزلت 15 درجة ثم بلشت تمطر. ها في فهم، لكن هنا بنقول it is raining أو it was raining so what، كانت تمطر، ما أنا شايفها تمطر. هنا إلى حد ما بلش يجاوب على أكثر من تساؤل، أكثر من questionnaires اللي بنتكلم عنهم الهو والوات والوير وين. أوكي بعد الانفورميشن أساس أصل قلنا للنوليج بحتاج إيش؟ بحتاج أعمل evaluation تقييم لهذه الأمور زائد interpretations زائد تفسير. إذن النالج بحد ذاتها بتجسد إيش؟ العلاقة ما بين البطرز. هنا الانفورميشن كانت بتجسد relation amongst facts، هنا بتجسد relations among patterns. الباترنز بتاعتنا لما نتكلم على صورة، الصورة عبارة عن pixels صح؟ عبارة عن horizontal vertical pixels، كل بيكسل على بحالها ما بتعطيني شيء، لكن البيكسلات مع بعض كاملة الريليشن ما بين البيكسلز بتطلع لي الصورة كاملة. إذا النالج هنا بتعمل على تجسيد أو إظهار الريليشنز among buttons عشان تكون مفهومة، وبتجاوب على سؤال الهاو. هو أصعب شيء انه تجاوب على الهاو، والاصعب من اجابه على الهاو. الهاو دير بالك بروسيسنج، اتس ا بروسيس. الهاو هاو ثينجز از وركينج اتس ا بروسيس، لكن الاصعب من اجابه هاو
الإجابة على سؤال الـ why. Why things هنا أصعب، لأنه بدك more deep thinking، بدك عمق، بدك قراءة ما بين السطور. You have to read between lines. خلينا على النولج. إذا النولج هنا هي عبارة عن relation between patterns، وبتجاوب على السؤال الـ how، كيف شيء حدث. العملية بده يشرح لك العملية. يعني لما بنيجي بنقول كيف السيارة أو كيف الموتور السيارة بيشتغل، كيف بيشتغل. إذا أنت بدك استعمل عملية، بدك تشرح لي عملية عمل الموتور نفسه، كيف بيشتغل الموتور. هنا هي اللي بنسميها process which is more difficult than answering those things the one above. أوكي، مثال هنا بنتكلم عن الـ humidity، هو الرطوبة. المثال إيش بقول؟ If the humidity is very high، إنها عالية جدا الرطوبة، with temperatures الحرارة dropped substantially، نزلت الحرارة substantially. الآن إيش اللي بيصير؟ إلى حد ما نزلت طبعا، مو لازم يصير نزول في الحرارة، دير بالك. إيش بيصير هنا؟ بناء على المثال الأمامي، الأتموسفير هو الغلاف الجوي is likely to hold the moisture. Unlikely to hold the moisture so it rains. الغلاف الجوي ما بيقدر يضل حامل القطرات الموجودة في الغلاف الجوي. عندي humidity عالية، temperature نزل إلى حد ما، بترتب على ذلك إنه الأتموسفير ما يظلوش قادر يحمل القطرات الموجودة، الموتشرز الندى والقطرات الموجودة بالغلاف الجوي، لهذا السبب تسقط وتنزل كرين. هنا فسر مفهوم الهاو، how things is working. إذا كانت أصعب. أوكي، نيجي لآخر نقطة في الريجريشن تاعنا. احنا كنا بنتكلم عن الريجريشن، دير بالكم، وصلنا للنولج قبل شوية، لكن ما بعد النولج بتيجي شيء اللي اسمها وزدم الحكمة، اللي قلت لكم أصعب إجابة هو إجابة الواي. ليش؟ النولج itself لما وصلنا لها how things is working، كيف مطرت، كيف بتمطر، يعني بتشرح العملية. هنا في الوزدم، في النولج انت عملت الريليشنشيب بتوين ايش، بتوين باترنز، لكن هنا بالوزدم وهو اللي بنسميه ذروه الفهم. لانه ما دام ذروه الفهم، لانك انت بتقرا ما بين السطور، بتعمل انكفرنج لايش، للبرنسبلز اوف ريليشنشيبس، مبادئ العلاقات. That describe patterns، إنها بتشرح هذه الباترنز. في عندي مبادئ للعلاقات، principles of relationships، أنت بتعمل uncovering إلها وبتظهرها وبتقرأها بشكل إنها أمامك قد إنك شايفها، describing the patterns. لهذا السبب بنسميها wisdom، لأنها بتقرأ في الآخر أو بتصل لمفهوم الـ why، إنها تجاوبني على سؤالي أو تساؤلي why. مثال، المثال الأمامي وهو اللي بنقول encompasses understanding of what of all the interaction، كل التفاعلات اللي صارت ما بين الرين والإيفابوريشن التبخر، المطر والتبخر، والإير كارنت وال التيار الهواء، والتمبريتشر جراديانت اند تشينجز. اذا اللي صار عندي هنا التدرج في تفاعل، فهم للشيء، دير بالك لايش، انتراكشن التفاعل اللي صار هابند بتوين ريني، لما صار عندي ايفابوريشن تبخر الماء من سطح الارض، الماء صارت لها تبخر للغلاف الجوي، في تيار هواء، temperature gradient تغير أو تدرج في تغير الهواء، إذن الغلاف الجوي مش هيقدر يضل حامل
مش حيظل يقدر حامل المشرز الموجودة فيها لهذا السبب التمطر. إذا وصلنا لمفهوم الوزضة منها جاوبت على why. النولج نفسها بتجاوب على إيش؟ how، وهي بتجاوب على the process، وهي أصعب نوع في النولج إنك تجاوب how things is working. لكن ما بعد النولج زي ما حكينا أكد على الأمر هي الوزدم، إنك بتجاوب على الواي. أي حال أكد بشكل سريع لأنه حكينا على الأمر هذا كثير، بشكل سريع إذا إحنا بنتكلم على ثلاث نقاط ضمن النولج موديل، لأنه حكينا على البروجريشن تاعت النولج، اتكلمنا من data لانفورميشن، ومن information لانولج، ومن knowledge رحنا لمين؟ لوزدة. لما بنتكلم على هذه النقاط اللي احنا بنتكلم عنها، صحيح انها not very discrete، صحيح اتفق انها not discrete، like shaded of gray، ممكن نقول انها اقرب لمفهوم الجري، مش بلاك اند وايت، ليس اسود وابيض، هي ما بين الاثنين، ما بين الالوان، ما بين the colors between black and white which we call it as an expression gray، gray colors between those colors. اي حد data or information بشكل سريع اذا لها علاقه بايش؟ بالباص. بديش اكرر اللي حكيته سابقا كيف الاصل من الداتا للانفورميشن، من انفورميشن للنولج، من النولج لوزدم. لكن بشكل سريع بنتكلم اذا الانفورميشن الداتا والانفورميشن انها لها علاقه بايش؟ بالباست، بشيء صار سابق، باست يعني لها علاقه بجاذرينج للانفورميشن ووضعها ككونتست، ادينج كونتست. النولج اتسلف لها علاقه بال الحاضر، العلاقة deals with the present حاضر that enable us to perform things to do things. هان الوزدم، الوزدم اللي لها علاقة بإيش؟ بالفيوتشر، لها علاقة بالمستقبل، لها علاقة بنظرة vision forward. هان الفيجن تاعته الacquired vision for what will be rather than what is it or what it was. الفيجن تاعته هانا ايش اللي حيصير، what will be، ما دام انه قرأ ما بين السطور، قام بفهم للبرنسبل او البرنسبل تاعت relationships، understanding of the principle of relationships of that describing that patterns، حينيته هو فعلا قرأ ما بين السطور، اذا بيقدر يحدد what will be، ليس فقط what is it or what it was. what is it يعني انه يتكلم على present او يتكلم على past، لكن بتكلم هو عن ماذا سوف يحدث. هذا هو اللي بنسميه مفهوم الوزدم، واللي جاي هو تحت knowledge model. على السريع ضمن knowledge model علاقة الارتباط الديجري، درجة الكونكتدنس تاعتي، كونكتدنس تاعتي مع الديجري تاعت الاندرستاندينج. بلشنا من ديتا لما وصلنا وزدم، صحيح وكله في فهم، نوع من الفهم، لكن فهم لفهم له مختلف. صحيح احنا هنا بنتكلم من data لانفورميشن، لازم يكون understanding، ولكن لما انا بتكلم understanding relations مش زي ما بقول understanding لpatterns، مش زي لما بقول understanding للprinciple of relation that of that patterns. اذا الunderstanding هنا اعمق من الموجود هان، اعمق من الموجود هان. الunderstanding تاعت relations هذه انت ايش هي؟ عبارة عن ايش؟ عبارة عن بتعمل organization للأشياء وanalysis للأشياء. إذا صار عندي نوع من الفهم لها، أروح أعمق، إنك روح أعمل understanding لهذه البطن، أساس يتولد وأساس يصير عندك understanding لهذه البطن لازم تمر بشيئين مهمين، وهو evaluation للinformation زائد إنك تعمل interpretation لهذه information، تفسير لهذه information. إذا تولد knowledge، بعد النولج بتروح للي بعدها وهي understanding principles، اوكي فهم، لكن هنا الفهم هل هو نفس الفهم؟ لا طبعا لا،
It's different. الـ understanding بتاعت الـ principles هام بتعبر عن إيش؟ بتعبر عن understanding the principle of relationship of that matters. Why it's more difficult. لأنك بتتكلم عن vision, long vision. You're reading between lines. Okay, هذا هو اللي بنسميه knowledge model. نتطلع على الأمامي هو التوبولوجي، الخريطة بتاعت النولج، النولج توبولوجي، خريطة تصنيف المعرفة الموجودة عندي. الآن تصنيف المعرفة، احنا قبل ما أروح للتاسيت والإكسبلسيت، قبل شوية كنا نقول النولج أجت من إيش؟ من إنفورميشن، صح؟ والإنفورميشن أجت من مين؟ أجت من ديتا. Data صارت information, information صارت knowledge. قبل ما نناقش على التاسيت والإكسبلسيت، إذا الانفورميشن تاعتي أنا أجت ياما من أجت من data، وممكن الانفورميشن نفسها أجت من context، دير بالك، أو facts، حقائق صارت information. من ضمن الانفورميشن في عندي facts، وليس fact واحدة، different facts. Those organize those facts مع بعض بيصير عندي information، وعمل لها طبعا analysis، تحليل، صار أو context نفس الشيء ينطبق، اللي ينطبق على الثلاث نقاط هذا عشان يصير عند information بصير عند knowledge. هذه الأمور واضحة لنا. الآن بالنسبة لل knowledge كتوبولوجي، إحنا بنقول خارطة المعرفة تاعتنا، خارطة تصنيف المعرفة. النولج هاي ممكن تكون هذه بناء على احد العلماء صنفها بناء على، احنا قلنا في عندي تصنيفين اللي هنحكيهم في المحاضرة هذه. احد التصنيفات كانت انه ميلر، لا مش ميلر، نسيت، اوكي اي حال، قام بتصنيف النولج بناء على تاسيت نولج او اكسبلسيت نولج. الان التاسيت نولج هو اللي بنسميها، هنناقشها طبعا خلال المحاضرة هاي. التاسيت نولج هاي اللي بنسميها المعرفة الضمنية، شيء ضمني، تاسيت نولج، وهي بتكون within individual, within beliefs, within emotions. هاي اللي بنسميها تاسيت نولج، وهي من النولج الصعبة، دير بالكم. وفي النولج الثاني اللي بنسميها explicit نولج، وهي المعرفة الصريحة، وهي الفورمال، بتيجي من الفورمال learning. الآن نرجع للتصت هاي، التصت وهي within the individual, like emotions, like belief, etc. عدة أمور يعني. طلع جاي التصت من وين؟ هي أوكي، هي subjective insight، رؤية للشيء معين، subjective insight، inside the vision تحتك. أو بغض النظر ممكن يكون عدة أمور داخلها. زاد الexperience، الخبرة في شيء معين تولد لنالج، وهي التصت نالج. خبرة experience، صار عندك experience بشيء هنشوفهم، والأكشن والأفعال اللي انت بتعملها تصل، بتدخل ضمن اتصلت عشان تصل لنالج، تصل نالج. الexplicit وهي اللي بتيجي من ضمن الformal learning، أو بتقدر تعمل acquiring to that knowledge, to this explicit knowledge من خلال الformal learning. تيجي تحت عدة أمور. خلينا نبلش بالprocess. الprocess في عندي process وعندي procedure، دير بالكم. وبعدين نيجي للprincipal concept. الconcept هي المفاهيم، الprincipal هي المبادئ الأساسية الموجودة، لكن الprocess هي العملية، هي عملية الشيء، إنه how things is working. The procedure والprocess أصعب نقطتين، دير بالكم، وحنشوفهم كمان شوي. إذن هي هذه التوبولوجي مابس الموجودة أمامي. برضو حاجة على السريع، الفاكت حكينا، الفاكتس لأن كانت ضمن الانفورميشن، في عندي فاكتس وكانت عندي كونتكست وكانت عندي ديتا، وكل الشغلات هذه بتولد تصل لإيش؟ إنها تصير معرفة. إذا الفاكتس بتكون ديتا أو إنستانس are specific that are specific and unique، لازم تكون specific، محددة، مميزة. وهذا هي نفس مفهوم الفاكتس والديتا، في عندي specific ويونيك، بعملهم مع بعض organizationally مع بعض، بقوم بتحليلهم بصل الى knowledge. الكونسبت المفاهيم
ممكن تكون classes of items، ممكن تكون كلمات، I figure whatever. هذه الأمور إلى علاقة بأسماء معينة. Okay, known by common names، معروفة بأسماء معينة، ولكن sharing the common features، لكن بتتشارك بفيتشرز معينة. إيش الفيتشرز؟ فيتشرز صفات، صفات معينة، common features أو مميزات. دير بالكو، features أقرب للمميزات، common features. هاي كلها إلى علاقة بمفهوم الكونسبت. الـ process والـ procedure زي ما حكيت لكم قبل شوية. الـ process إلى علاقة بإيش؟ إنك تعمل describing how things is working. هذه هي الـ process، مش how to do things، مش how we can do things، لا، how the process is working، how things is working، كيف الـ engine، the car engine is working. إذن هي هذه process، بتجاوب على سؤال الـ how things is doing is working. الـ procedures هنا الإجراءات اللي بنسميها عبارة عن steps، خطوات أنت بتقوم فيها، صح، أساس تصل لـ achieving لـ task اللي أنت بتحكي عنها اللي بدك تصلها. الآن الـ procedure هذه بتجاوب على إيش؟ how to do things، how to do things، كيف إن بدنا نعمل الأشياء. دير بالكم داخل البحث العلمي بعض الشباب فيها كان عندهم مشكلة لبس في بعض الأمور. لما بتكلم على procedures، how to do things، بيعتقد البروسيجر هذه هي عبارة عن process. وبعض الشباب البروسيجر اللي قام فيها ضمن بحث معين، اوكي خلينا نسقط على بحث، البروسيجرز الاجراءات اللي قام فيها على اساس يصل لاتشيفمنت للتاسك، اعتقد انه هي الايمز، او بعضهم اعتقد انه هي الاوبجكتيف. لا، ليس هي الايم وليس هي الاوبجكتيف، ولكن هذه البروسيجرز الاجراءات هي عباره عن خطوات معينه تم القيام فيها اساس احصل على انجاز هذا البحث، يعني اساس اصل للهدف اللي انا حطيته، سوري الايم اللي انا حطيته باستخدام الاوبجكتيفز اللي تحت الايمز. اذا البروسيجر ملهاش، ما بقدر اقول البروسيجرز هي الايمز او هي الاوبجكتيفز، لا. الان البروسيس كمان هاو ثينجز از وركينج، برضو البروسيس ليس هي الاوبجكتيفز، هو قاعد بيشرح كيف things is working، كيف بحثه اشتغل، كيف وصل للنتائج. كل هذه طبعا هو قاعد بيشتغل فيها على أساس يحقق الأوبجكتيفز أكثر من أوبجكتيفز، لكن هل البروسيس itself هي أوبجكتيف؟ طبعا لا، البروسيس itself مش أوبجكتيفز. أوكي، إذن هذه النقطتين، البروسيس والأوبجكتيفز. نيجي لآخر واحد وهي البرينسيبلز، المبادئ. المبادئ ممكن تكون rules، قوانين، guidelines، تعليمات، parameters، whatever. هذه كلها مع بعض govern the principle، بتخلينا نعمل نصل ل predictions. وبالتبول يا جماعة بنكون أنهينا المحاضرة الأولى من الشابتر الثاني، وسوف نلتقي بكم إن شاء الله في المحاضرة الثانية من هذا الشابتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.